أسعد الله أوقاتكم متابعين قناة فول مون، وما زلنا مستمرين معكم. خلصنا في الجزئية الأولى، إذا تذكرون في رمضان خلصنا تقريبا فيما يخص الأدجكتيفز الصفات، وأيضا إذا تذكروا أن الصفات قلنا أنها تنقسم إلى 4 أقسام، منها أنه يعني الصفة لا تكون بس تقول لي طويل أو قصير أو يعني لون معين، لا، قلنا أن الصفات تنقسم تقريبا إلى 4 أو 5 أقسام، منها اللون، السايز، الرقم، أصل المنشأ إلى آخره. اليوم راح ناخذ الدرس، وهذا الدرس مهم وراح يكون مرتبط ارتباط قوي في مسألة الصفات، وهو المقارنة. فأنت إذا أردت أو أنت إذا أردتي أنه تقارني شيء بشيء، فيكون المقارنة تقارن بالصفة. بمعنى لما نقول جمال أو خالد أو علي أو إلى آخره هو أطول من مثلا سعيد، فكلمة أطول أو الطول أو أطول أو أقصر، هنا نقوم بالمقارنة في موضوع الصفة. إذن الصفة هي الكلمة التي يتم فيها المقارنة. جميل، تمام. خلينا نشوف الكاتب، إذا تذكروا نشوف الكاتب بالبداية إيش قاعد يقول. Comparison of adjective أو comparison of adjectives، المقارنة في الصفات. إذن comparison this word، هذه الكلمة هي مقارنة، تقوم بالمقارنة. وadjectives هي الصفات. إذن الصفات التي هي الكلمة التي يتم المقارنة فيها. إذن لا نقارن، لا نجيب الاسم ونقعد نقارن فيه، لا نجيب الفعل ونقارن فيه، لا نجيب الفعل الحال ونقوم بالمقارنة فيه. إذن الصفة هي التي يتم المقارنة فيها. إذن شوف الكاتب شو يقول. يقول when you compare، عندما تقوم بمقارنة two people، شخصين or things أو أشياء، use the comparative. إذن المقارنة تكون بين شيء وشيء آخر، إذن شخصين. إذا كنا نقارن بين شخصين فنستخدم أسلوب الكمبيراتيف. هنا الورد، شوف الكلمة هذه كمبيراتيف. إذن كمبيراتيف فورم، ما هو الكمبيراتيف فورم of adjectives؟ إيش معنى الكمبيراتيف فورم؟ راح نأخذها الآن. شو يقول الكاتب؟ يقول lots of comparative adjectives ends with er، أكثر الكلمات التي يتم مقارنة فيها نستخدم كلمة ER. شو معنى المقارنة؟ زي ما قلنا أنه أنت تبغى تقارن بين شيئين، سيارتين، باللون، بالجمال، رجلين، أسرع، أقصر، إلى آخره. إذن comparative forms إنه يكون بين شيئين فقط، شيئين. إذا كانت ثلاثة نستخدم أسلوب آخر. جميل، تمام. قبل ما أستخدم وأعلمكم شلون نبدأ نقارن، خلينا نأخذ درس صغير عن شيء اسمه الprefix والmain word والsuffix. طيب شلون يعني الprefix والsuffix؟ طيب الprefix هي كل حرفين أو أكثر يأتون قبل الكلمة فيقوم بتغيير المعنى، هذا اسمه الprefix. الآن بنروح لجوجل نشيك عليه. إذا عندي prefix، هذا اسمه prefix، حرفين جو قبل الكلمة، والmain word وهي الكلمة الأساسية، هذه المين word، شوفوا زي ما أنتم شايفين عندي هنا، هذه المين word الكلمة الأساسية، والsuffix هو حرفين يأتون في نهاية الكلمة. إذا عندي prefix، عندي main word، وعندي suffix في نهاية الكلمة. تمام، جميل. إذا هنا prefix، خلينا ناخذ شوف جوجل. هنا prefixes in English هي عبارة عن حرفين أو أكثر يأتون قبل الكلمة فيعطون معنى آخر. شلون كلام ذا؟ مثل كلمة play، play بمعنى يلعب، بمعنى يقوم بتشغيل الشيء. لما نحط لها replay هي تأتي بمعنى replay، بمعنى إعادة لعب، إعادة تشغيل الشيء، replay. إذن ري حرفين غيروا المعنى كامل، فلذلك يسمونها في المصطلحات في علم اللغويات علم suffixes هو أنه يأتي يسمى كلمتين
أو أكثر تأتي قبل الكلمة فيتغير المعنى. طبعا هذا الكلام نبعد شوي عن موضوع adjectives. أنا بدرسكم suffix. جميل suffix. prefix ننساه شوي بس إنه للفائدة. طيب suffix هو زي ما ذكرنا إنه suffix هو كلمة كل عفوا حرفين يأتون في نهاية الكلمة فيتغير المعنى. مثل play. جميل لما نقول player لاعب فتغيرت المعنى. فايش يقول الكاتب؟ الكاتب هنا يقول إذا أردت أن تقوم بالمقارنة جميل إذا أردت أن تقوم بالمقارنة نضيف suffix في نهاية الكلمة فيتغير المعنى. طيب عندي الآن لاعبين واحد يحاول يجري والثاني أسرع منه فنقول fast. fast بمعنى سريع تمام. نقول faster أسرع من فنقول فلان أو this man is faster than this. إذا استخدمنا ER فطلعت لي أسرع من. جميل عندي أعزكم الله حشرتين small صغيرة و smaller أصغر من. فهذه this insect هذه الحشرة أصغر من. So smaller is أصغر من. إذا أضفنا فقط suffix في وقلنا suffix إنه يأتي في نهاية الكلمة هي إضافة تأتي في نهاية الكلمة. فأغلب الcomparative forms يكون إضافة ER. cheap رخيص cheaper أرخص من. bright ساطع brighter أسطع من. ف this lamp is brighter than that one. هذه الإنارة والإضاءة هي أسطع من this one. old قديم older. يعني لما أشوف سيارتين أقول this car is older than this one. هذه السيارة هي أقدم من. this man is richer than that one. هذا هو أغنى من الشخص يعني ذاك. أيضا newer أجدد من. فإذا إذا أردنا أن نقارن بين شيئين نقوم باستخدام suffix er. تمام جميل. إذن هذه المقارنة في الصفات. جميل فيش يقول؟ يقول الكاتب أنه إذا أردت مثلا خلينا نقول بين شخصين تمام. طيب إذا كانت الكلمة تريد أن تقارن بأكثر من شخص أنا أنت شخصين فاستخدم suffix er. كلمة cheap cheaper. clear clearer تمام. loud louder. new newer. old older. rich richer. short shorter. tall taller. جميل slow slower. thick thicker. تمام. فإذا إيش سوينا إحنا؟ قمنا بتغيير أو عفوا بإضافة suffix er فتغير معنى المعنى. جميل تمام. طيب إذا comparative لما يكون شخصين. طيب أكثر من الشخصين شو نستخدم؟ نستخدم شيء والمصطلح اسمه superlative. superlative تمام. superlative هو أن تقوم يعني مثلا عندي ثلاث أشخاص أبغى أقارن معهم. عندي أحمد وزيد وعبيد. جميل أحمد هو أقصر واحد. زيد هو أقصر من مثلا جمال. جمال هو تقريبا هو الـ يعني الاقل يعني اقل قصرا بالقامه. لكن فلذلك استخدم السوبرلاتيف. ليش؟ لاني راح اقارن بين ثلاث اشخاص. جميل اذا اردت ان اقارن بين ثلاث اشخاص استخدم شيء اسمه سوبرلاتيف. والسوبرلاتيف غير الكومبيرتيف. الكومبيرتيف انه يكون بين شخصين. السوبرلاتيف انه يكون بين ثلاث اشخاص فاكثر مليون مليونين إلى آخره. تمام؟ طيب الآن عندي هنا الشمس إلى الآن توا غاربة توا في أوقات الغروب فقل dark ظلام. جميل dark darker أظلم من. جميل يعني هنا dark already فهنا في ظلام. تمام إذن في مقارنة بين عندي 3 pictures. هذه مرة ظالمة هنا شوي ظلام وهنا يعني في ظلام فأقول dark darker darkest
إذن suffix est هو the superlative يعني مرة. أقول the tallest الأطول. جميل. بدر أحمد عادل. عادل هو أطول إنسان. بدر هو يعني أطول من أحمد. أحمد هي طويل. فش نقول؟ نقول أحمد is tall. تمام. بدر is taller than أحمد. تمام. إذا بدر هو أطول من أحمد. بالمقابل عادل هو أطولهم. فأقول عادل is the tallest man. تمام. فهنا سوينا مقارنة بين ثلاث أشخاص وهو الحد الأعلى. طيب لو كان أكثر نستخدم برضو superlative. إذن suffix est هو يعبر عن الأعلى قيمة، الأعلى شيء. thick تمام يعني عريض أو مليء بالشيء. يعني شوف هذا الكتاب thick. thicker أعرض من the first one. thickest clean نظيف. cleaner أنظف من. cleanest الأنظف. easy سهل. easier أسهل من. easiest الأسهل. جميل. fat fatter fattest. long احنا نتكلم عن الهير. تمام. long شعره طويل. longer أطول من الفتاة الأولى. longest هو الأطول. جميل. إذن إذا أردنا نقارن بين شيئين نستخدم إيش؟ نستخدم suffix er. تمام. واستخدم زي ما قلنا سابقا أنه الصفات هي التي يتم إضافة فيها er. جميل. أيضا ضيف est إذا أردنا أن نقارن بين ثلاث أشخاص فأكثر. جميل. نقارن بين ثلاث أشخاص فأكثر. طيب هنا الكاتب شو يقول؟ يقول إذا أردنا أن نقارن، إذا طيب إذا كلمة انتهت close. جميل. قريب. closer أقرب من. closest الأقرب. إذا انتهت الكلمة be تمام نضيف فقط r لأنه ما يحتاج أنك تضيف er. تمام. نفس الكلام هنا إذا انتهت الكلمة be نضيف r فقط. بالمقابل superlative يكون st إضافة st فقط علشان إيش يكون لي superlative. تمام. هذا في مسألة إضافة ال er وإضافة est. طيب نفس الكلام لما superlative والcomparative. الcomparative إيش يقول؟ يقول إضافة er. طيب إيش يقول الكاتب؟ يقول إذا كان الحرف منتهية بحرف ساكن. تذكروا إضافة الجمع كيف تضيف الجمع وإلى آخره. نفس الكلام قاعد يتكرر هنا. إذا انتهت الكلمة بصامت حرف صامت قبله حرف متحرك نقوم بدبل. سوي دبل مثل stop stopped إذا تذكروا. تمام. ندبل الحرف نضيف er. نفس الكلام هنا ندبل الحرف ونضيف est. جميل. ليش اضفنا دبل جي؟ ليش اضفنا دبل ام؟ ليش اضفنا دبل دي؟ بالمقابل هنا دبل دي. ليش؟ لانه انتهت الكلمه بحرف صامت قبله متحرك فنضيف دبل نفس الدبل يعني دبل الحرف نفسه ونقوم باضافه اي ار هنا اي اس تي. ايضا اذا تذكروا قاعده الواي اذا انتهت ايش؟ اذا انتهت الواي بقبله حرف صامت نقوم بحذف الواي نبدله اي اي اس بالجمع. هذه بالاسماء لكن هنا بالصفات بيزي مشغول. تذكروا لازم تفرق انه هناك صفات وهنا جمع. لكن نفس الكلام يدور حول محور انه تحذف الواي وتضيف اي اي اس تي. جميل. اي اي اس تي. طيب هنا الcomparative اي اي ار وهنا اي اي اس تي. جميل. بالمقابل بيزي مشغول. بيزير والله هذا الرجل هو اشغل يعني اكثر شغل من فلان من الناس. busiest الأكثر انشغالا. dirty وسخ. dirtier أوسخ من. dirtiest الأوسخ. جميل. لما نشوف مكان place is really dirty. تمام. يعني مكان جدا تكرمون وسخ
او سيء فنقول oh this is nasty, this is really dirty. تمام, هنا وصفته جدا, هذه اسمها في الانجليش يعني صيغة المبالغة. تمام, exaggeration. Exaggeration means when you try to explain something and exaggerate. يعني انه تبغى تشير الى شيء وتقوم بالمبالغة فيه. تمام, happy, سعيد, happier, اسعد من, happiest, oh this man is the happiest. لما نتكلم عن شخص نقول والله هو اسعد انسان في الحياة فنستخدم happiest. تمام, بهالشكل هذا. طيب هذا اذا كانت الكلمة one syllable, one syllable thick, كلمة تقال في one syllable. جميل. طيب لو كانت كلمة جميل, beauty, beautiful, two syllable. إذا كانت الكلمة two syllable إيش نسوي؟ تمام, نقوم بإضافة more, must. هذا إن شاء الله تعالى ما راح نأخذه كيف لما تكون الكلمة أكثر من syllable في الدرس الجاي. شكرا لكم وإلى اللقاء.